صدر كل من له قلب مقبول في هذه الجلسة ولسائر مرضى المسلمين. نقرأ الفاتحة فيشرح صدر كل قلب مقبول من أمة النبي خصوصا من الحاضرين، يبسط علينا من رزقه ومن فضله ومن أنسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر قلوبنا وبلغنا مما يرضيك املنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا وسائر المسلمين شاننا كله، ولا تكلنا لانفسنا طرفه عين ولا لاحد من خلقك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا وعن والدينا وذريتنا واقاربنا ومشايخنا وأساتذتنا وجيراننا وكل من سألنا الدعاء ومرضانا وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمر الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 699 هجرية أو 99 أو 600، عشان نتكلم بطريقة حلوة يعني، لكن إحنا تعودنا في اللغة المصريين العوام يبتدي بالرقم الكبير ده 600، بقى طبعا نبتدي 600، ابتدينا بتسعة، لكل مقام مقام. المصريين يحبوا يبدأوا بالرقم الكبير ده 699، لكن اللغة الفصيحة تبتدي الأول من اليمين كده، بقت 9 الأول والتسع وتسعين وستمائة هجرية، لكن على أي حال اللغتان صحيحتان رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وبمشايخه وتلامذته وقراء كتبه وزواره وذريته بالدارين آمين. الوجه الرابع في حديث المسيء صلاته، كان بيعلل بالامس ليه احنا نقول الله اكبر، ليه ما بنقولش اي ذكر تاني؟ احنا ممكن كنا ندخل الصلاه باي ذكر تاني، لكن ليه النبي علمنا اننا ندخل الصلاه الله اكبر؟ كان ممكن نبتديها بسبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله، او الله 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 كله حلو، لكن اشمعنى النبي قال الله اكبر بالذات صلى الله عليه وسلم؟ فعلل أشياء كثيرة من بينها أنك أنت يعني تعين قلبك على الحضور وتنخلع مما يشغلك عما سوى الله فهو أكبر من كل شيء، ودي أول حاجة. فبيقول فيه تنبيه في الوجه الرابع على رفض ما كان يأخذ فيه الإنسان، يعني بيبقى مشغول قبل الصلاة بحاجات، فكأنه ما بيقول الله أكبر كأنه ترك ما كان فيه، لأن الله أكبر مما هو فيه. فيه تنبيه على رفض ما كان يأخذ فيه قبل الصلاة، كما جاء في نداء الصبح للصلاة: الصلاة خير من النوم، وتملي الواحد قبل الفجر بمنام، فكأنك تترك ما أنت فيه لأن الصلاة خير من النوم، لأن النوم مما تستطيبه النفوس، فأشعرنا بأن ما دعيت إليه ما دعيت إليه من الصلاة خير وأطيب مما هي فيه، يعني دعيت النفس يعني إليه من الصلاة خير وأطيب مما هي فيه من النوم والدعاء والكسل والغطاء في البرد الشديد وغير ذلك، لأن النفس طبيعتها كسولة مش عايزة تعمل حاجة، فعايزة كل حاجة بالريموت كنترول، يقول لك انا لسه هقوم،
وبعد كده كمان مش بفكروا كمان يخلوه مش بالريموت كنترول ده، تركب حاجة كده بحيث أول ما يجي على بالك تلاقيها كمان، يعني حد في الآخر هتبص تلاقي الإنسان عمال بس ما بيتحركش، يجي في باله الأكل يلاقي الأكل دخل، هيوصلونا لكده. لأن النفس طبيعتها، لأن الحضارة القائمة الآن الحضارة الغربية قائمة على تلبية رغبات النفس، فلسفتها كده، ما عندهاش فلسفة روحانية أصلا ولا فلسفة تربوية. فهتوصلنا في الآخر إنك أنت حتى ما تخرجش من بيتك تقدر تعمل شغلك وأنت على النت بالبيجامة، يعني حتى كمان يمكن يوصلك إنك ما تلبسش البيجامة. طب وأنا هلبسها ليه؟ ما أنا هقلعها بعد شوية، وأنا يعني شغلانة بقى أقلع وألبس. فهيوصل الإنسان في الآخر إلى حتة خرقة لحمة مرمية على السرير ما تسويش حاجة. هي دي طبيعة النفس، النفس عايزة كده، عايزة إن كل حاجة تبقى طايلاها ما تبذلش مجهود، فالنفس طبيعتها كسولة. إحنا مش معترضين على التقدم العلمي، لكن أنا بقول لك فلسفة التقدم العلمي كله قائمة على تلبية رغبات النفس الكسولة. فهمت بقى إزاي؟ مش عايزة تجتهد ولا تمشي ولا تتحرك، مع إن الحركة أجدادنا يقول لك الحركة بركة، تقوي العضلات، تحسن الجهاز التنفسي، تقوي مفاصلك، تقوم تعينك على إنك تبقى عبد قوي، فقوتك دي قد تنعكس في إنك تعين الضعيف، وتدافع عن دينك، وتدافع عن وطنك، وتدافع عن أهلك، وتعمر الأرض، فاهم؟ الأرض تبقى إحنا أصلاً إيه؟ واستعمركم فيها. استعمركم فيها يعني إيه؟ يعني أمركم أن تطلبوا عمارتها، والله لا يحب الفساد، فهمت؟ فالحضارة الغربية دي حضارة غريبة الشكل، لم تعرفها البشرية بهذه الصورة، اللي هي حتى غزت المسلمين في عقر دربه، وأصبحنا أمة مستهلكة، أمة كسولة، أمة عايزة تاخد كل حاجة، لدرجة إن هو كمان مكسل حتى لسه حغرف يوم ياكل سندوتش، ولسه حسخن يوم يعمل له الميكرويف، يدوس على زرار يلف ليلة كريستال. كل حاجة بقت كده لحد ما بيفكروا الآن إن يعملوا حتى الأكل نفسه أقراص. أنت عايز فرخة؟ تاخد قرص. فرخة. في لحظة كده. وأنا لسه حامضغ. عارف أنت التنابلة؟ تنابلة السلطان. نكتة كنا بنقولها لنا زمان وإحنا في ابتدائي في المدرسة. أقول لك تنابلة السلطان دي شوية عيال كده كسولة جدا مش عايزة تعمل حاجة، عايزين يأكلوا بس ويناموا، يأكلوا ويناموا، مش عايزين يتحركوا المكان، هم عايزين يوصلوا لنا كده. المهم الناس اشتكت تنابلة السلطان لسلطان المدينة، قالوا له العالم متعبة، حاولنا نجيب لهم شغل مش عايزين يشتغلوا، يقوموا مش عايزين، لو حطينا حتى الأكل قدامهم يقول لك حد يناوله لنا، مش عايزين حتى يقوموا يجيبوا حتى الأكل. فالسلطان حكم عليهم ان هم ايه ياخدوهم على الجبل العالي اللي في المدينه ويرموهم من فوق يخلصوا البلد. كويس؟ الاعدام رميا من الجبل بدل رميا من الرصاص. بالرصاص. فهم ماشيين عدوا على محل فول وطعميه زي اللي بيجيب لنا السحور بالليل ده. فبيقول للحراس انتوا واخدينهم فين؟ قالوا اصل دول عيال كسوله والسلطان امر اننا نرميهم من فوق الجبل. قال لهم لا لا حطوهم في المخزن عندي، انا عندي عيش ناشف كتير بيتبقى من الزبائن، يقعدوا ياكلوا خلاص ويسيبوه لحد ما يجي لهم اجل. فقام واحد منهم بص كده ويقول له عيش ناشف ومين اللي هيبل؟ قال له انت اللي هتبل. فقام الواد قال لي ايه للحارس؟ ارمي يا عم ارمي. يعني هيموت برضه مش عايز ايه يعمل حاجه. كسل كسل وحش. أمة النبي لها أمة نشاط، يبتدي يومها من قبل الفجر قيام ليل، كل الناس نايمة وإحنا قايمين ذاكرين. فأمة كده النبي رباها على النشاط، أمة مش أمة أكل، النبي ياكل أكل المتعجل، وأمر أمته إنك أنت لا تأكل إلا إذا جعت وإذا أكلت لا تشبع، وأمر أمته إنك ترضى بالموجود وما تطلبش المفقود، وإنك تحترم الخبز.
يرضى بالنعمه وان ضقت، تجل النعمه وان ضقت. تربيه نبويه، احنا جيل اتربينا على الحضاره الغربيه، حضاره البطر، لو عندك كل حاجه لسه عايز لا تشبع. فاهم؟ فاحنا ايه اسلوبنا غير اسلوب الحضارات التانيه خالص. لكن للاسف لما سيطروا على بلادنا فكريا، والسيطره الفكريه اخطر من السيطره العسكريه، لان بتربي اجيال معوجه ما تعرفش تردها تاني. فسيطروا علينا فكريا وخلوا نظم حياتنا زي نظم حياتهم، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ان احنا هنمشي وراهم خطوه بخطوه. فاهم؟ احنا مثلا عندنا الصلاه خير من النوم، التاني يقول لك لا انا لو ما نمتش كويس مش هعرف انتج، مش هعرف اعمل شغلي. احنا لا، احنا عندنا الصلاه خير من النوم. هم ما يفهموش الكلمه دي، احنا بنقولها في الاذان لكن هم مش فاهمينها، ما يفهموش حكايه اسباب الوضوع على المكان. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. هو اذا فرغ يشرب خمره ويمشي مع البيت اللي مصاحبه. هي دي الحضاره الغربيه قايمه على كده، يا بيشتغل يا اما في الحانه بيشرب خمره وقاعد مع الساقطات. هي حياتهم كده، واللي عاش في اوروبا يعرف، واللي عاش في امريكا يعرف. هي حياتهم كده، يا بيعمل يا اما مع الساقطات وفي الحانات بياكل ويشرب، عايشين زي الحيوانات. احنا مش كده، احنا امه فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. امه تانيه متربيه تربيه تانيه خالص، تختلف تماما عن الامم دي. احنا ربنا خلانا بهذه الصوره علشان ان احنا ايه نبقى شهداء على الناس، وعشان نعلم الناس، مش نمشي ورا الجهله، لا ده هم اللي يمشوا ورانا. لكن ازاي بقى نرجع تاني؟ لازم نرجع تاني نحكي بقى سنه النبي مره اخرى في الاسره، نبقى امه جد، امه اجتهاد، امه مساواه ومواساه. الناس كلهم كاسنان المشط مساواه. اللي قامت الثورات من اجلها، الثورات العربيه قايمه ليه؟ عشان مساواه. كان في طائفه فوق القانون، والقانون ما يطولش الا الضعيف. مش ده اللي حصل؟ احنا عايزين نبقى متساويين امام القانون، حتى رئيس الجمهوريه يتحاكم عند مخالفتي بنفس القانون اللي بيحاكمني وانا مواطن عادي. مش احنا ده اللي بنطالبه؟ ما بنطالبش ان حد يتظلم، لا انا عايز انا اتظلم ولا عايز حتى رئيس الجمهوريه يتظلم. احنا بس عايزين نبقى كلنا سواسيه امام القانون. مش هي دي أمة المساواة وأمة المواساة؟ الضعيف ما يضيعش فيه، والفقير ما يجوعش فيه، واليتيم تبقى كل رجال الأمة آباء لي، وكل نساء الأمة أمهات لي. فما عندناش طفل شوارع، ما عندناش نساء مسنات وآباء مسنين مرميين في الشوارع لأن ليهم أبناء عاقين بيرموهم. كل المظاهر اللي احنا شايفينها دلوقتي أطفال الشوارع وكده، عشان سبغنا حياتنا بالإيه؟ بالأسلوب الغربي. لكن يسبغ أنت حياتك بالأسلوب الإسلامي تلاقي كل المشاكل اللي إحنا بنحكي فيها دي اختفت. خلاص لا وجود لها أصلاً. فإحنا أمة إيه؟ الصلاة خير من النوم. والتانيين أمة إيه؟ النوم خير من الذكر. حيث أنهم لا يعرفون الذكر فهي أمة غافلة. كل ثقافتهم شهوات نفس فقط، لا يعرف من الإنسان إلا النفس. والنفس هي جسد ولها عين على الروح، تريد أن ترتقي وتريد أن تتدنى، لها العينتين. هناك لما أشبعوا النفس من حيث الجسد والحس زادت نسبة الانتحار، لأن عندهم جوع روحاني، جواه روحه جعان، عنده كل حاجة لكن حاسس انه في شقاء. واحنا احيانا كثير تجد مسلمين ما عندوش الا القليل والفتات، لكن عنده بذكر الله غذى روحه بحيث تخلي القليل عنده كثير. وعشان كده انتشر الانتحار عندهم، وايضا انتشر الانتحار في وسط المسلمين بسبب ان البعد الروحاني في بلاد المسلمين قل عند طوائف كثيره من الناس. فين الناس الذاكرين؟ فين أهل القرآن؟ فين اللي كان يقف يصلي في الأسحار؟ فين المستغفرين بالأسحار؟ فين وفين وفين وفين؟ فإذا تغذت الروح بالذكر تحمل البدن الجوع والسهر والمجهود. ليه؟ لأن
القوة الروحية أقوى من قوة القوة البسدية الجسدية خالص. يعني الروح لو قويت تشيل الجسد ده، يبقى من أهل الخطوة. يعني يقولوا زمان ده من أهل الخطوة، يعني يطلع من مسجد الأشراف هنا يخطي خطوة إلى نفسه بيطوف في الكعبة وتنه راجع. ليه؟ لأن اللي حمله روحه. الروح ما عندهاش مسافات على فكرة، الروح ما تعرفش مسافات، الجسد هو اللي يعرف المسافات بس، وعايز وسيلة مواصلات وعايز مش عارف ركوبة. لكن شوف انت اول ما بتنام تشوف نفسك في المنام رحت كل حته خلاص من غير ما تلبس حتى جزمه، صح ولا ولا تاخد تاشيره. يعني يقول لك انا شفت نفسي في امريكا، انت خدت التاشيره؟ خدت. فالروح مش محتاجه، ما عندهاش عوائق. فلو غلبت الروحانيه زالت العوائق، لكن لما يغلب النفس اللي هي الكثيفة زادت العوائق، حسيت انك مسجون في زنزانة. فمحتاج بقى كل حاجة، تفتقد لكل حاجة، عايز الركوبة الحلوة وعايز الأكلة الحلوة وعايز الست الحلوة وعايز البيت الواسع وعايز التكييف وعايز 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 ايه تاني؟ الشقة حلوة كل حاجة والعربية حلوة. يقولك لا عايز شقة تانية في حتة تانية، بس انا زهقت من المكان ده وانا كل يوم هفتح البلكونة. وانت بتفتح يا مسكين ده ممكن يتفتح لوحده. وبعدين تبص تلاقي الناس دلوقتي عنده شقة في كل نجع وشقة في كل ايه، كل ده ليه؟ المسلمين ما كانوش كده. يبقى عنده شقة في الساحل الشمال، شقة في الساحل الجنوب، شقة في الساحل الشرقي، شقة مش عارف ايه، وعنده في كل مكان شقة وعزبة. طب وفين؟ طب وفين الفقير يا أستاذ يا غني؟ ليه؟ لأنه هو بيهرب في كل حتة مش حاسس بالسعادة. فيقوم يقول لك أما أجرب آخد شقة في الحتة التانية، يلاقي نفسه برضه مش حاسس بالسعادة، لأن الضيق مش في المكان، الضيق في الصدر. مهما راح أي حتة هو رايح بزنزانته جواه. طب أخرج من زنزانتك بقى لذكر الله وانطلق كده وتيقظ. وجرب كده، فإذا فرغت فرغب فانصب وإلى ربك فرغب. عارف يعني فانصب؟ يعني اتعب في ذكر الله. احنا بنتعب في العمل للدنيا، لكن نتعب في ذكر الله ده لو الإمام طول شوية نتخانق معاه. واحنا ناقصين مش كفاية شغالين طول النهار الصبح، جاي كمان انت. وربنا يقول قوموا لله قانتين، يعني مطيلي القيام. زي ما بتتعب في الدنيا اتعب كده في العبادة. فانصب، عارف فانصب جاي من الجهد، يعني اتعب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فهمت؟ أدي أمة، أمة النبي مختلفة تماما عن سائر الأمة. أمة ذاكرة متيقظة عابدة مجتهدة قلبها كله رحمة لسائر الأكوان. الرحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض، يرحمهم من في السماء. لدرجة أمة النبي تعتقد إنها لو سائت كلب عطشان تدخل الجنة، مع ان الكلب عند المسلمين اغلبهم يقول لك ده نجس. لكن حتى سقي الحيوان النجس ده يدخلوه الجنة، عارف كده كويس. شوف قد ايه. فأمة أمة محترمة، أمة تانية عايزين نرجع لها تاني، لأن احنا منها بالنسبة لكن مش بإيه، بالسلوك ولا بالتحقق. احنا ملناش في الإسلام إلا النسبة. عايزين بقى نخش شوية بقى ونحس اننا بقى تحققنا بالاسلام، نقوم نذوق حلاوه الايمان. احنا عندنا ايمان لكن ما ذوقناش حلاوته. فالايمان اللي عندنا ايمان بلا حلاوه، عايز الايمان بالحلاوه؟ بقى عيش حياه النبي. نبتدي بالاكل، بطل التلوين في الطعام. الاول اعمل لك يوم في الاسبوع تاكل كسرات الخبز اللي باقيه طول الاسبوع وحاف. يوم في الاسبوع. بقايا الاكل مش هنطبخ يوم في الاسبوع، وتفتح التلاجة ان كان عندك تلاجة، وتفتحش التلاجة افتح ايه العيش اللي عندك، شوف فتافيت العيش اللي متبقية طول الاسبوع طلعها كده وكلها، وجرب تغمسها بخل عشان تعيش حياة النبي. احنا هم عايزين نربي نفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ نعم الإدام الخل. لكن انت لو كلت كل يوم نفس الاكل ولو كان افخم اكل تزهق. هو كل يوم هناكل الاكل ده؟
زي الارنب الغضبان، كان مقرر علينا واحنا في ابتدائي درس في القراءه واحنا في ثانيه ابتدائي، عارفينه الارنب الغضبان، او احنا بالظبط الارنب الغضبان، كل يوم خص وجزم، كل يوم فته وفول، كل يوم فته وفول. يا ارنب يا غضبان اتقي الله في نفسك. فاي واحد هيتبطر على الطعام اللي قدامه هو ده الارنب الغضبان. فعايز تبقى ارنب هتطول ودانك وهتمشي في الشارع مسخه، فهمت بقى ازاي؟ ولا عايز تبقى انسان محترم خلف هذا النبي الكريم الذي كان لا يوقد في بيته نار الشهر والشهران، وبالرغم من ذلك كان اكثر الناس حمدا لله. كان يخرج من بيته اللي هو قاسم والله معطي، ده ربنا اداله مفاتيح خزائن الارض. هو النبي كان بيعمل كده من القله؟ لا مش من القله، ده كان اكثر الناس جودا وكرما وعطاء. فاذا اعطى اغنى، اغنى للعمر كله، انت بتعطيه تغنيه وجبه واحده، يا بخيل. النبي كان يعطيه يغنيه العمر كله هو وذريته. فكان النبي اكثر الناس تصدقا على الخلق، وكان لا يدخر شيء. والنبي ده اللي هو اغنى الخلق لله يدخل بيوته التسع بعد صلاه الصبح يسال على طعام فلا يجد طعام، ينوي الصيام صلى الله عليه وسلم. شفت ان احنا بقى ايه؟ أمة المسلمين، الأمة القانعة بقت أمة بطر. أمة المسلمين الأمة الشاكرة بقت أمة ناكرة للجميل. أمة المسلمين الأمة الراضية برزقها والقانعة به الحريصة على الحلال بقت أمة النهم وأمة الحرص على جمع المال من الحلال ومن الحرام ومن أي حتة. يبقى هذه الأمة اللي تحولت هذا التحول يبقى حقيقة بها إن ربنا يحكم فيها أعدائها. لدرجة يمدوا ايديهم في وسط ثرواته، حاطين ايدهم في جيوبنا. يعني تيجي تحط ايدك في جيبك عشان تطلع فلوس تلاقي ايد امريكانية واخدة الفلوس. تصور ده الواقع. حاطين ايديهم في خزائن بلادنا. تيجي تمد ايدك في خزانة البلد عشان تنفق على الفقراء ما تلاقيش، لأنه الايه؟ الأمريكان والأوروبيين واليهود شفتينها أول بأول. طب وإيه يا ربنا حكمهم فينا؟ حكمهم فينا بيقدمنا علشان احنا ما بقيناش امه على الوجه الاكمل. فلازم نقول تاني، امه الصلاه خير من النوم، فاذا فرغت فارغب، فاذا فرغت فانصب الى ربك فارغب. امه التي تجل النعمه وان دقت، امه الامه اللي تقبل عذر المعتذر، امه الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحمهم من في الارض يرحمهم من في السماء، امه التي ترضى بقدر الله وتقنع بعطائك ولا تنظر لما في ايدي الناس. هي دي الامه، امه ذاكره، امه حامده، امه راضيه، امه مجاهده، مش امه الريموت كنترول والكيبورد طول النهار قاعد كده ومتاثر على الكيبورد عشان يدخل على النت ويدخل على الموقع الفلاني. كل حاجه اون تاتش. هي دي امه الاون تاتش. ما يصحش كده بقى يا امه، يا امه فوق. وبعدين اقول لك نعمل الدستور، والله لا مشكله الدستور ولا مشكله، المشكله في الانسان. الانسان نفسه لو انصلح انصلح به كل شيء. فالاكوان هي مرآتك. لو انت كويس هتشوف الاكوان كلها منتظمه. لو انت وحش هتشوف الاكوان كلها وحشه، لان هي مرآتك وانت مرآتك. فإذا شفت الأشياء مضطربة فاعلم أنك أنت المضطرب، وإذا رأيت الأشياء منتظمة فاعلم أنك أنت المنتظم. فهم؟ والمرء مرآة أخيه. آدي معنى كلام الله أكبر. عرفت بقى الله أكبر دي وراها حاجات كتيرة أوي. الأمم التانية ما تعرفش الله أكبر دي. النفس أكبر، الشهوة أكبر، الرغبة أكبر، جمع حطام الدنيا أكبر. لكن احنا لا، احنا أمة الله أكبر. فده شعار كبير، شعارنا في الأذان، وشعارنا في الدخول في الصلاة، وشعارنا في مواجهة الحياة ومواجهة المصاعب، فالله أكبر. هم ما تعرفش الصعب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أمة بتواجه الأكوان بالله، ومن واجه الأكوان بالله
لا يغلبه شيء، ومن واجه الأشياء بنفسه غلبه كل شيء. فهذه معنى يا سيدي الله أكبر، فإنه يقول لك بضمن الحكمة ما كنت فيه أو ما أنت فيه من خير أو ضده أو عبادة من العبادات أو نوع من أنواع المباحات، الله أكبر أي ما دعك الله إليه أكبر مما أنت فيه فاضرب عنه. يعني حتى لو كنت في عبادة نافلة ربنا بقى بيدعوك ليه؟ للعبادة الأعلى. تعال بقى سيب بقى اللي في إيدك ليه، لأن في أعلى. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تستبدل الفرض بالنافلة، وتستبدل النافلة بالمباح، وتستبدل المباح بالمكروه، وتستبدل المكروه بالحرام. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أمة تعرف الأولويات، مش أمة كل حاجة عندها زي بعضها، لا، دي أمة عندها أحكام وضوابط وفهمة، أمة على بصيرة. قل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أمته صلى الله عليه وآله وسلم. فاضرب عنه واقبل على مولاك تجده خيرا لك في الحال والمآل. ولذلك قال عز وجل في حقها وإنها اللي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين، فنسأل الله أن يجعلنا من الخاشعين. فإنه من ليس من الخاشعين إذا جاءت الصلاة كانت قاطعة له عما كان بسبيله، وهذا على النفوس من أكبر الأشياء. يوه ده في ناس مش قادرة تقاوم ماتش الكورة عشان يصلي، لا مش قادر يقاوم المسلسل عشان يوم يصلي، ولا حتى قادر يقاوم الجزيرة مباشر عشان يوم يصلي. حصل لي كمان شوية، يعني أنا مش عارف أخبار المسلمين، من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم، يعني قاعد كمان بيضيع الصلاة عشان يبقى من المسلمين. حاجة غريبة، شفت الفلسفة الغريبة واللخبطة. فما ينفعش يا أستاذ، يا أستاذ أمة بتقعد تقرأ الجورنال أكتر ما بتقرأ القرآن. ده في ناس يقرأ الجورنال كل يوم، يقعد في قراءة الجورنال ده ساعتين وثلاثة في اليوم على فترات متقطعة، الصبح نص ساعة والظهر شوية، بحيث ما تفوتوش مقالة. طيب اديت قرآن قد إيه بقى أنت يا بتاع الجورنال؟ يعني بقينا نقرأ الجورنال أكتر ما بنقرأ القرآن. دي هي دي الأمة المسلمة الحلوة اللي هي عايزة بقى هي تقود الأمم. فلازم نعرف أولويات العبادات، فما يشغلنيش حسن عن أحسن، ولا نافلة عن فريضة، ولا مباح عن نافلة. أم عارفة الأولويات، عارفة تعمل إيه إمتى وإزاي، هي دي الأمة، أمة عالمة وعارف. مش يقول لك الأصل الخشوع ولا يخشع إلا العالم، لأن الخشوع هي ثمرة العلم. العلم لما يتمكن من القلب العلم النافع وهو الفهم الصحيح للدين وليس المعلومات والثقافة. العلم النافع ثمرته إيه؟ الخشوع. ربنا يقول إنما يخشى الله من عباده مين؟ العلماء، مش كده برضو؟ يبقى العلم يثمر إيه؟ تثمر الخشية، والخشية تثمر الله أكبر. الله أكبر بقى من كل شيء. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. تثمر فإنما تولوا فثم وجه الله. تثمر أنه لا يلهيك شيء عن ذكر الله ولا عن طاعة الله. هذه الخشية. فالخشية هي ثمرة العلوم كلها. وأما الخاشعون فإنه ينتظرونها انتظار فرح بها، وهي أخف الأشياء عليهم وأحبها إليهم. سيدنا محمد كان يقول لسيدنا بلال إيه؟ أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، لأنه هو إمام الخاشعين صلى الله عليه وسلم. إحنا بقى بنقول إيه للإمام؟ أرحنا منها يا إمام بسرعة كده، مش فاضيين. وراك ايه يا استاذ؟ مش فاكر، لكن هي كلمه حافظها وخلاص. هو مش فاضي، يعني في ناس حتى في السواقه ليه متسرع بيعمل حادثه يخبط واحد. طب
مستعجل ليه في السواق وخبطتني ليه؟ انت عندك معاد ضروري يعني؟ يقول لك لا انا نازل اتمشى. فاصبح سلوك، اصبح التسرع سلوك، ان باستمرار حاسس ان وراك حاجه بقت سلوك، سلوك غلط. لدرجه احنا في الحج نبقى بنحج كل الناس واخده اجازه، ما انت جاي تحج بقى، ومش هيقدر يسيب الحج الا ثالث يوم العيد عشان يرمي الجمرات، يعني هو عارف انه قاعد. ولو السواق بس بتاع الاتوبيس اتاخر شويه ينزل يتخانق معاه واحده، طب وراك ايه يعني؟ ما انت جاي قاعد مستعجل على ايه؟ ما احنا جايين قاعدين، لو ورانا شغل واخدين اجازات وجايين عايزين نحج، يقعدوا يتخانقوا علشان اتوبيس عطل وعلشان فلان واقف قدامه ومضايقه وعلشان مش عارف ايه. بقى اصبح سلوك، التسرع سلوك. لا بقى، احكم نفسك، احكم نفسك وراقب نفسك. خصلتان يحبهما الله والرسول، الحلم والانام. الحلم والانام من خصال النبوه. الانبياء تلاقيهم كلهم عندهم حلم وانام، مفيش استعجال. عارف ليه مفيش استعجال؟ لانه عارف ان قدر الله نافذ نافذ. مستعجل ليه؟ يا سيدي ده حتى في الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم نداء فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون. حتى في الصلاة، لا ده احنا في الصلاة بقى نتلكى، لكن أول ما الولاد بيوزعوا لحمة في الجمعية يا احنا نبات قدام الجمعية قبل ما تفتح عشان نعمل طوابير. فبقت أمة استهلاك، أمة مستهلكة. وهي أخف الأشياء عليهم وأحبها إليهم لما يجدون فيها من النعيم والقرب والخلو بالمحبوب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. اللهم اجعلها وراثنا أبويا محمدية، قرة أعيننا في الصلاة يا رب العالمين ببركة حبيبك المصطفى. اجعل ذلك لنا وفينا وفي ذريتنا واحبابنا وسائر امه النبي صلى الله عليه وسلم. ردنا اليك والى شريعتك وحسن اخلاق نبيك ردا جميلا. وقد نقل عن بعض الرجال انه قال تعبت بالصلاه 20 سنه. يقوم نفسه كل ما يقوم يصلي يقوم يقول لك ايه؟ الفاتحه الله احد. وبعدين يقول لا انت حافظ قران، تركعش قبل ما تجيب ربع. يحبس نفسه. وبعد شويه يتقي شويه ما تركعش قبل ما يجيب ربعين. يجاهد نفسه. يعني الواحد ساعات يبقى مخلص شغل ويصلي السنه بسرعه، وهو من اهل القران، انت بتصلي السنه وراك ايه؟ هتنام؟ يقول لك لا. جعان عايز تاكل؟ لا. وراك حد منتظرك؟ يقول لك لا. طب ليه بتصلي بسرعه؟ انت من اهل القران يا ابني، ما تصلي بروحك كده. ايه رجل القران؟ سلوك. سلوك مستعجل وراك ايه؟ يقول لك مفيش حاجة، مفيش حاجة. عشان كده بيقول تعبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. يصلي بالقرآن بتاعهم؟ لا لا. يوم يقعد يعصر مخه ويجي تاني يسترجع، وبعدين يخلص صلاة يفتح المصحف يصلح الحاجات اللي فاتته. كل صلاة كده مجهود عليه. 20 سنة بقى من أهل بقى المتانة، متقن بقى، فبقى خلاص يخش كده يتنعم في الصلاة. يخش يتنعم، يفتح مش عايز يقول الله أكبر يركع. ليه بقى متنعم؟ فاهم؟ في الأول تتعب، ما يجراش حاجة. ما أنت بتتعب للدنيا علشان تاخد حتى دورة أي سي دي إل، واخد بالك؟ تشوف بتتعب قد إيه، وتروح وعينيك تتعب من السكرين ومش عارف إيه، وقاعد تنهار تدقدق على الكيبورد. كل ده ليه؟ اصل دي شهاده مهمه، مهمه في الترقيه. طب والترقيه يعني هيزودوا لك المرتب كام؟ 20 جنيه. ياخد نفس الاول لانه هيقول حاجه كبيره يعني. يا سيدي حتى لو 2000 جنيه ما يجراش حاجه، خدها. انا بقول لك يعني، بس زي ما بتتعب لدي اتعب مره في الحاجات الثانيه الحلوه. زي ما بتعمل لدنياك اعمل لاخرتك. يعني ما تحرمش نفسك. وما ذاك إلا لما لم يحصل، إلا لما لم يحصل له مقام الخاشعين تعب. فلما ذاق طعم الخشوع جاءه ذلك النعيم والخير التام. وأما الحكمة في الفصل به بين أركان الصلاة اللي هي الله أكبر،
فإنه إما تحقيق لرجاء أو تحقيق لخوف أو تحقيق لوعد أو وعيد أو لنفي إعجاب أو وسوسة. مثال الرجاء أن يكون قد ابتهل في الركن الذي كان فيه من الصلاة بدعاء فيما يرجو به خيرا فجاء بعده الله أكبر بشرى لبلوغ ما أمله من فضله عز وجل في إجابة دعاءه أو خوفه إن كان في دعائه خائفا من شيء فجاء بعده الله أكبر، أي هو أولى بالخوف مما تخاف. فإذا خفته فلا تخف غيره، أو كان قد قرأ آية وعد أو وعيد فجاء بعده الله أكبر لتحقيق لمقتضى ما قرأ أو نفي إعجاب إن وقع للنفس أنه قد وفر ما عليها وأن لها بذلك حقا على الربوبية. ممكن برضه هو يفتكر نفسه وهو في الصلاة يعجب بنفسه، يا سلام ده نهار الجزء ما غلطش ولا غلطه، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي يا نفسي، وقاعد بقى ايه معجب جوايا. بس النفس لو لم تجد احد يمدحها تقعد تمدح نفسها، طبيعتها كده خسيسه، يوم ايه تقعد نفسه تمدحه يمدح نفسها، يوم يجي بعدها الله اكبر يعني اكبر من نفسي، اخسائي يا نفسي، اخسائي يا نفسي وارجعي لحجمك يا نفسي، وما توفيقي إلا بالله يا نفسي، ده كله من الله وليس منك أيها النفس الخسيسة. شفت الله أكبر تذكروا لكلتم تنفي عنه إعجابه حتى ولو بعبادته، واضح؟ وأن لها بذلك حقا على الربوبية واجبا فجاء بعده الله أكبر، أي حق الله أكبر كما جاء ولا ذكر الله أكبر، معناه ذكره لك في الأزل أن جعلك من الذاكرين له أكبر من ذكرك أنت الآن له. هو لولا ربنا ذكرنا وإحنا في عالم الأرواح وقبل عالم الأرواح كنا نيجي مسلمين أصلا، ولا كنا نقعد قاعدة زي دي، ولا كنا صلينا صلاة زي دي، ولا كنا حفظنا القرآن ده، ولا كنا عرفنا حتى سيدنا محمد وحبناه. فده كل ده من ذكر الله لنا قبل أن نذكره، فذكر الله لنا قبل ذكرنا له أكبر من ذكرنا له أصلا، بل هو ثمرة ذكر الله، وفي الحقيقة هو الذي ذكر نفسه على لسانه وانت ما ذكرتش حاجة، لأن في الحياة في الآخر لا حول ولا قوة إلا بالله. الوجه الخامس فيه دليل على أن الأدب إذا دخل المسجد أن تقدم الصلاة وبعدها يكون السلام على الغير، يؤخذ ذلك طبعا الموضوع ده فيه تفصيل، يؤخذ ذلك من قوله دخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، فإقراره عليه السلام له على ذلك حكم به، وذلك في الأحاديث إذا استقرأت كثير. يختلف هل الأفضل لما تدخل المسجد وفي ناس تبدأ بتحية المسجد ثم تسلم على الناس، ولا تسلم على الناس ثم تصلي تحية المسجد؟ لا خلاف أنه يجوز الاثنين، الصورتين تجوز، لا خلاف، الخلاف الأفضل، واضح؟ يعني ممكن لما أدخل المسجد وفي ناس يجوز إن أنا أصلي الأول وبعدين أسلم على الناس تحية المسجد الأول، ويجوز إن أنا أقول السلام عليكم ورحمة الله وبعدين أقف أصلي تحية المسجد، الصورتين دول صح. الخلاف بالعلماء أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ بعض العلماء قال لك إن كان هناك ناس ووقع نظرك عليهم ونظرهم عليك وكنت قريبا فقدم حق الناس لأن الله معك في كل حال، واضح؟ لأن هذه نوع من الوحشة يشعر بها الإنسان، إن تقع عينك عليه ثم تؤخر السلام عليه يستوحش، فيبقى الأفضل إنك أنت إذا وقعت عينك عليه وعينه عليك أن تقدم السلام لأن ده وقت حق السلام لي، واضح؟ طيب إذا كنت أنت دخلت المسجد متسع وناس عليهم بعيد وأنت في الحتة دي يبقى صلي تحية المسجد بقى الأول وبعدين لما تخش عليهم بقى سلم، مش شرط بقى إنك أنت يعني تيجي في المكان ده السلام عليكم تعملها بقى، لا، أولا لو وقع عينك عليهم أو لو يقع عينهم عليك والصوت لا يصل إليه، واضح؟ طب افرض هم شافوك من بعيد وانت في المسجد سلم عليهم بالإشارة ثم صلي تحية المسجد، حتى لا ترفع صوتك في المسجد بلا ضرورة، لأن اللي يرفع صوته في المسجد مين؟ العالم عند العظة،
والإمام عند الصلاة والمؤذن للأذان، هم دول اللي يرفعوا صوتهم بس. أي واحد تاني يرفع صوته لغير هذه العلة في المسجد قلة أدب، قلة أدب شرعي يعني من ناحية الشرعية، لم يراعي أدب المساجد، واخد بالك؟ فلازم الواحد ياخد باله من مثل هذه الأشياء. يبقى لو ناس شافوك من بعيد في مسجد متسع وانت عينك وقعت عليهم وهم وقعت عينك عليهم وانت لسه داخل ومش ناوي توصل لهم، يبقى سلم بالإشارة وانشغل بتحية المسجد حتى لا تكسر خاطره ولا ترفع صوتك. يعني تقول ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله، صوتك خفيف والإشارة توصل الصوت، واضح؟ يعني تسلم بصوت خفيف والإشارة كأنها الميكروفون وصلت السلام هناك. فدي الأداب. الوجه السادس، فيه دليل على حرمة العبادة وأنه لا يكلم من هو فيها. الأدب أنك ما تكلمش واحد وهو بيصلي، الأدب كويس، لأن النبي كان ممكن أثناء الصلاة الراجل المسيء صلاته يقول له أنت بتعمل إيه؟ دي مش الصلاة دي، مش كان ممكن يقول له كده؟ فالنبي يساوي، دي أول حاجة. وأنه لا يكلم من هو فيها ولا يعلم كمان، وإن أفسدها. يؤخذ ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يصلي وهو لا يحسن صلاته لم يقل له شيئا حتى فرغ، وأتى إليه فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي، والصلاة التي صلى إن كانت فريضة يترتب على ذلك من الفقه أنه إذا نقص من توفية أركان الصلاة شيء لم تجز، وإن كانت نافلة يترتب عليه من الفقه أنه من دخل في نافلة وعجزه منها شيء أو أفسدها باختيار أنه يأتي ببدلها، على الوجوب عند مين؟ الملكية، وعلى الاستحباب عند الشافعية. يعني لو بدأت في نافلة ولم تكملها هل يجب عليك أن تفعلها مرة أخرى؟ يجب عليك إعادتها، واخد بالك؟ زي واحد شرع في صيام يوم نافلة تطوع وبعدين تعب في أثناء اليوم كده فطر، هل يجب عليه أن يأتي بيوم بدله؟ الملكية يقول لك يجب عليه أن يأتي بيوم، الشافعية يقول لك يستحب أن يأتي بيوم ولا يجب، لأن المتطوع أمير نفسه، واضح؟ يبقى يأتي ببدله على الاستحباب عند الشافعية، ويأتي ببدله على الوجوب عند الملكية ومن وافقه. طب اللي قالوا أو جابوا قالوا إيه؟ ولا تبطلوا أعمالكم، والنافلة دي عمل وربنا نهانا إننا نبطل العمل، معناه حافظ على عملك، فإن لم توفيه فعوضه فيه. كأن المتنفل إذا شرع في النافلة هل يجب عليه الإتمام ولا يستحب له الإتمام؟ كل دي مسائل تفريعات، من أوجب الإعادة أوجب الإتمام، ومن استحب الإعادة استحب الإتمام، واضح؟ أنه من دخل في نافلة وعجزه منها شيء أو أفسدها باختيار أنه يأتي ببدلها، تكتب فيها وجوبا عند المالكية استحبابا عند الشافعية، كويس؟ والحجة في ذلك لمالك رحمه الله تعالى، أبو جمرة مالكي طبعا، حلو كويس، احنا نحب برضه الناس اللي هو يبقى مقتنع بمذهبه، دي جميله برضه، راجل عالم وفكره يميل لايه؟ لمأخذ الامام مالك في المساله، لطيف ما يجراش حاجه. الذي يقول ان النافله تكبر كما يكبر الفرض، ومن دخل فيها وجب عليه اتمامها لانه قال فصلي، وليس في الحديث ما يدل على انها فرض، فالاظهر انها كانت تحيه مسجد، كونوا امروا بالاعاده 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 وهي تحيه مسجد، واخد بالك؟ الشافعيه فهموا انه امروا بالاعاده اختبارا له وتعليما له، ولم يامروا على سبيل الوجوب. الملكيه فهموا انه بيامروا والامر الوجوب، فهمت ازاي؟ وجهات نظر للفقهاء. الوجه السابع، في دليل على ان تكرار العمل بغير تمام لا يعد شيئا. يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني كل صلاة عملها فاسدة ما تحسبش حاجة دي.
الوجه الثامن في دليل لمن يقول أن العالم لا يتعين عليه أن يعلم حتى يسأل. أصل أنت لو علمت الرافض واللي مش راغب يبقى تعلم في المتبلم يصبح ناس، مش المصريين يقولوا كده؟ تعلم في المتبلم يصبح ناس، لكن اللي جاي مقبل وعايز يتعلم أقل كلمة خلاص يستفيد بيها طول عمره. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما علموش أول مرة ولا تاني مرة. الرجل تالت مرة قال والله لا أحسن غيره والذي بعثك بالحق نبيا فعلمني. بقى طالب العلم، بقى نفسه مؤهلة أن يتلقى العلم ده. يبقى لازم العالم يلقي العلم على الراغب. طب وغير الراغب إيه واجب العالم؟ يرغبه في فضيلة العلم، يقعد الأول يفهمه أن الفرق بين العالم والجاهل كالفرق بين الحي والميت، ويكلمه في فضائل العلم. لدرجة أئمة كتير ألفوا في فضائل العلم، فضل العلم وطلب العلم، مش في العلم ذاته، لا ده في فضل العلم، عشان يحس المتبلمين والمتبرمين والمتكاسلين على ان هم تركوا امر عظيم، يقوموا يندموا، ولما يندموا يتيقظوا، ولما يتيقظوا يطلبوا، وهم يطلبوا يتعلموا، وهم يتعلموا يعبدوا، ولما يعبدوا يتقوا، ولما يتقوا يخشعوا، ولما يخشعوا يدخلوا الجنة. فهي الحكاية كلها مراحل. الوجه التاسع يؤخذ منه أنه لا يحكم بشيء محتمل حتى يبحث على حقيقته. يؤخذ ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقد عليه ولم يعبه، وما قال له إلا ارجع فصلي فإنك لم تصلي. محتمل أنه استعجل في الصلاة علشان عايز يسأل النبي في حاجة أو يقعد جنب النبي قبل ما يمشي، مش محتمل؟ وأنه هو بيعرف الصلاة فعلا بس هو استعجل شوية عشان يخايف لحسن النبي يمشي. ومحتمل أنه بيعمل كده عشان جاهل، فالنبي ما علموش لانه اذا دخل احتمال سقط الاستدلال، لحد ما قال له ان انا ما اعرفش الا كده يا رسول الله، هي دي صلاتي، فسقطت كل الاحتمالات وبقي الجهل بس فعلم. شفت بقى ان الفقهاء لما يقول لك اذا تطرق للدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، كل ده فهموه منين؟ من تصرفات النبي مع امته صلى الله عليه وسلم وفي تبليغ شرعه. في عيال تيجي تقول لهم الكلام ده يقول لك جبته منين القاعده دي؟ والنبي قالها. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل اشياء بالعمل تقعد منها قواعد يمكن اقوى من الاقوال. عايز اهل بصير. وما قال له الا ارجع فصلي فانك لم تصلي، لان قله توفيقه للصلاه احتمل ان يكون ذهوله لشغل بال او لجهل كما ذكروا عن نفسه. فلما وقع الاحتمال لم يزدوا عليه الصلاة والسلام على الإخبار بعدم الإجزاء شيئا. الوجه العاشر فيه دليل على جواز النظر للمتعبد إلا أن يكون مواجها له. ممكن تشوف واحد يصلي كده بس ما تبقاش واقف في القبلة بتبص له عينك في عينه يعني تشغل فاهم، لكن ايه انت قاعد جنب كده تبص يعني تلمحه من بعيد ما يجراش حاجة. والنبي لمحه وبصره وبيصلي بيصلي ازاي ده، لكن ما كانش قاعد مواجها له. فيه دليل على جواز النظر للمتعبد الا ان يكون مواجها له فلا ينظر اليه، لانه اذا نظر اليه وهو مواجه له شوش عليه ذكره، شوش عليه ذكره العلماء وليدر وجاو عنه. يؤخذ ذلك من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ارجع فصلي فانك لم تصلي الا انه نظر اليه طول مقامه يصلي، ولولا ذلك ما علم حاله. ويترتب على ذلك من الفقه أن لكل راع أن يتفقد من تحت رعايته في أمر دينه، هل يفون أم لا فإنه مسؤول عنه. يعني الراجل يشوف مراته بتصلي إزاي يتابعها، بتصلي غلط مرة كده يخش عليها وهي بتتوضى غلط، يراعي أولاده برضه يشوفهم وهم بيصلوا بيتوضوا إزاي بيغتسلوا إزاي، يسألوا يا ابني أنت بتغتسل إزاي، ومش شرط يخش معه في الحمام، يعلمه فقه الغسل بتاع المسلمين ومتى يجب الغسل. يجب الغسل بس يجب الغسل بخروج البني، ويجب الغسل بالاحتلال، ويجب الغسل بالإيلاج، ويجب الغسل للمرأة عند انقطاع الحيض وعند انقطاع النفاس، ويجب الغسل أيضا للميت إذا مات. يبقى موجبات الغسل ستة: خروج المني
العلاج مش كده برضو، والموت، والثلاثة الباقيين خاصة بالنساء، الحيض والنفاس والولادة. يبقى معلم ولاده، معلم مراته، معلم الدنيا دي كلها، لأن كلكم راع، كلكم مسؤولون عن رعيته، هو النبي هو يتفقد أحبال أمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك كتب عمر رضي الله عنه إلى عماله إن أهم أموركم عندي الصلاة. الوجه 11 يؤخذ منه جواز السلام بعد الصلاة وإن كنت قد سلمت قبله، ويؤخذ ذلك من أنه كلما جاء من تلك الصلاة التي رد النبي صلى الله عليه وسلم إليها، التي رد النبي صلى الله عليه وسلم إليها، عاد السلام عليه صلى الله عليه وسلم. يعني كل ما بيخلص صلاة يرجع يسلم على النبي، ويرجع يصلي تاني يرجع يسلم على النبي، مش يكتفي بالسلام الأول. واضح؟ وعدم إنكاره عليه الصلاة والسلام دل على الجواز، وهنا إشارة من طريقة أهل التحقيق في المعاملات، لأن الدخول في الصلاة خروج من هذا العالم إلى العالم العلوي بسره، فلما سلم من الصلاة فهو رجوع إلى هذا العالم، فهو الآن قادم من عالم إلى عالم آخر، فلازم أو جاز أو ندب إلى السلام، وما هو أقل من هذا الاعتبار. روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا كان الواحد منهم يمشي مع أخيه وحال بينهما شجرة أو شيء ثم تراجع من ذلك الأمر اليسير سلم أحدهما على صاحبه، لأن الفرقة وإن كانت يسيرة فقد انقطع استصحاب الحال وجاء أمر آخر، فينبغي أن يبدأ بالسلام لما فيه من الأجر والخير والبركة. فهؤلاء رضي الله عنهم كانوا يعرفون مقدار ما ندبوا إليه، وإن خواطرهم عامله بذلك، ولو فعله اليوم احد لكان ينكر عليه. في مصر يقول لك ايه، كتر السلام ايه اللي معرف، مش كده برضو؟ يا اخي انت سلمت مره يا اخي قلب الدماغ، وانت رايح جاي تقول السلام عليكم وانا فضيلك بقى؟ دول الجهله. ولو فعله اليوم احد لكان ينكر عليه، فانا لله وانا اليه راجعون. على الغفلة التي قد توالت فيما يفيق سكران الغفلة، فما يفيق سكران الغفلة إلا وشمس القيامة قد بزغت، فأن لنا بجبر ما ضاع من العمل. الوجه 12 فيه دليل على فضل الصحابة وعدم التصنع عندهم رضي الله عنهم، يؤخذ ذلك من قوله والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمه. كان ممكن يتصنع بقى لما النبي قال له اذهب فصلي فإنك لم تصلي، تصنع بقى يألف أي حاجة بقى، واخد بالك؟ لكن عمل بمقتضى علمه برضه، هو بمقتضى علمه الصلاة كده، ما يعرفش كده، ما يعرفوش يتصنع، جيل ما يعرفش يتصنع، جيل كده اللي في قلبه واضح عليه، جيل ما تكررش على فكرة هذا الجيل، لأنه تواضع ولم يكفيه الإخبار إلا حتى وكله باليمين. وقد قال العلماء قال والذي بعثك بالحق ما وعده أكده باليمين، إنه ما عرفش أصلي إلا كده، أنا ما عرفش أتصنع، هي دي صلاتي قدامك وفي بيتي وقدام الناس والوحدي وكل حاجة، هي دي صلاة، ما عرفش أصلي إلا كده، أنا مش بتصنع، فهمت بقى؟ وأكد هذا باليمين. وقد قال العلماء لا يحرم طالب العلم إلا من وجهين، إما من الكبر أو من الحياء. يجي من الكبر يتصنع إنه عالم، يوم يسأل الشيخ، واخد بالك كأنه بيختبره. في ناس كده تسأل الشيخ كأنه بيختبره. مش بيطلب العلم، لا ده بيختبر الشيخ. يجي يقول له إيه رأي فضيلتكم في التوسل بالأولياء الأموات؟ هو عارف رأي الجماعة ومقتنع بيه. هو مش عايز يفهم رأي آخر ولا وجهة نظر أخرى، هو عايز يشوف الشيخ ده رأيه زيه فيحضر له، ولا رأيه مخالف لما هو يراه فيتجنب ويدعي عليه ويحذر الناس منه. ده جاي بقى بيختبر بقى، ده جاي بقى بيختبر، فهمت بقى؟ فده ما ينفعش، ده متكبر، يضيع العلم، ده قفل على نفسه. واضح؟ أو الحياة داخل كده شكله إيه موسيمة ما شاء الله، لابس بدلة بقى كربطة وعلمة زي كده،
واحيانا بيبقى تحت العمه ما فيش شيخ ولا حاجه، تبقى فاضيه يعني زي عمتي، واخد بالك؟ لكن على اي حال شكله قيمه وسيمه. وبعدين خايف يسال للناس تفتكر انه جاهل، واخد بالك؟ ده كده. او خايف يسال لانه مستحي من الناس ان يقولوا عليه بقى انا الراجل بعد السن الكبير ده حسأل الشيخ هنا واقد الوضوء. لا لا ما يصحش، ده بتاع الاطفال، هو يمكن ما يعرفش ان واقد الوضوء بس مكسوف مستحي، بس لو كان في الحضانه زمان وهو صغير الابله قالت له ان واقد الوضوء قله الادب والصوت العالي بس، عشان العيال قلبين دماغهم، فهو كبر على ان الوضوء اللي ينقضه قله الادب والصوت العالي زي ما قابلته قالت له. فهمت ازاي؟ فخروج الريح ما ينقضش الوضوء، لان اخر الريح مش قله ادب ولا حاجه. البول والقائد مش قله ادب ولا حاجه، ما ينقضش الوضوء. ويعيش على هذا الجنب. لدرجه احنا كان معانا هنا احمد صلاح شغال في شركه. المدير بتاعه بيحكي لي فوق الخمسين، ما كانش يعرف ان مش عارف التبول اظن ولا خروج الريح ينقض الوضوء. هو فوق الخمسين من عمره. مش قال لنا كده؟ كان يخش يتبول ويطلع يصلي الظهر وما يلاقوش عليه اثر الوضوء. فقالوا انت ما اتوضيتش؟ قال لهم ليه؟ هو ده ينقض الوضوء؟ حاجه غريبه. او ده اللي منعه انه يعرف اصول دينه ايه؟ اما الحياء انه يسال او الكبر فيضيع العلم، واخد بالك؟ فما تستحيش. إما من الكبر أو من الحياء، فإن الدين ليس فيه كبر ولا حياء. في قول الحق، ما فيش حياء إن في قول الحق، لكن الحياء ده كله من الدين كله. لكن يقصد الحياء في قول الحق أو تعليم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. الوجه الثالث عشر والأخير في دليل أهل الصوفة: لأن فضيحة النفس بما فيها موت لها، وموتها هو حياتها، موت النفوس حياتها، من أحب أن يحيا يموت. موت نفسك تحيا، إنما صحي نفسك يموت. واضح؟ طب وفين موت النفس هنا؟ هل هو الذي بعثك بالحق نبيا؟ لا أعرف إلا هذا فعلمني. النفس مش عايزة تبرنا جهلة، فهو راح قتل نفسه ذبحها قدام النبي بالجهل والاعتراف به. والنفس المتكبره ما تحبش تعترف بالجهل، ولا تحب تعترف بالعكس، ولا تحب تعترف بعدم الفهم. فهمت ازاي؟ فهو اول ما قتل نفسه النبي احيا. اذا دعاكم لما ايه؟ يحييكم. فدي اشاره صوفيه لطيفه. وخالف النفس والشيطان واعصيهما وانهما محضاك النصح فانتهي. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا طولت معاكم الدرس عشان تستريحوا شوية، عشان إيه؟ عندنا شغل جامد.